ناخذ سؤال اخر مشاهدينا الكرام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا سيده، اخي الاكبر استولى على ميراثي من والدي، وامي تقويه على ذلك وتشجعه، وهي الان مقاطعه لي ولا تسال عني. ما حكم اخي وما حكم عدم سؤالي على امي وشكرا؟ الام تاثم بالمنع البنت من الميراث، والاخ ياثم على هذا الامر. واذا البنت فعلت مقابل ذلك المقاطعه بالام تاثم، فعليه الا تقاطع امها. نعم. لا تقاطع الام ايا كان سعيتها، عليها وزرها بذلك، لكن الام لا تقاطع يعني.